فيلم هروب إنتاج عام 1970. انقلبت سيارة للترحيلات في طريقها إلى ليمان طرة عائدة من محكمة الاستئناف، وتمكن السجين عزة عبد الفتاح فريد شوقي من الهرب، ومعه في نفس القيد السجين فتحي سليمان يوسف شعبان الذي اضطر للهرب معه على غير رغبته، فقد كان سيفرج عنه بعد شهر. وقد تلقى فتحي رصاصة في قدمه أثناء الهرب ونشطت دوريات البحث عنهما، خصوصا وإن ألبيو ليس يعلم أن عزة هرب لأنه يريد قتل المقاول شاكر الدسوقي محمد الدفراو. لجأ الهاربان لمنزل بمنطقة النائية تمتلكه شقيقة زميلهم بالسجن تدعى سنية سهير المرشدي، تدير كشكا للسجائر ولديها سيارة عتيقة تعمل في نقل الركاب بلنفر يقودها إسماعيل أحمد ماهر انتيخة. وتعاطفت سنية مع السجينان وقدمت لهما بعض من ملابس شقيقها المسجون ليستبدلوها بملابس السجن رأي في أيديهم. وعلمت سنية من عزة أنه كان يرعى أخته الأرملة عواطف رمضان وأبنائها الصغار، ويعمل لدى المقاول شاكر الدسوقي محمد الدفراوة الذي طلب منه نقل حمولة حديد ليلا، ولكن البوليس قبض عليه لأن الحديد مسروق، واستشهد به أمام النيابة. ولكن شاكر أنكر وشهد عليه زورا ليتم أحالته للمحاكمة وسجنها 3 سنوات. وحاول الهرب عدة مرات للانتقام من شاكر، ولكن سنية التي تعاطفت معه طالبته بنسيان الانتقام وتسليم نفسه، ووعدته بانتظاره حتى يخرج من السجن. ولأن سنية يطاردها سائق التاكسي السكران دائما الأسط وهدان محمد أباظه، فقد قرر عزة مغادرة المكان حتى لا يأذيان سنية، خصوصا وإن عسكري للدورية سليمان عبد لغنال نجد متواجد دائما خارج منزل سنية. تعرف الناس على المنشور صورهما بالجرائد وطاردوهم بعد أن استولوا على موتوسيكل وهربا به، ثم تشبثا بسيارة نقل مسرعة وتوجها لعيادة الدكتور يوسف عبيد محمد توفيق الذي أخرج على الرصاصة لفتحوي تحت آلة التهديد ومنحهما مضاد حيوي وبعضال النقود، حيث حمله عزة فوق كتفه وتوجه به لصحراء طرة واختبئا في أحد الكهوف. وهاجم البوليس الكهف المجاور لكهفهم وقبض على المختبئين فيه. كان فتحي يعمل صراف في بن، واتفق مع شاكر الدسوقي على عمل إيداع وهمي قيمته 100,000 جنيه تدخل حساب شاكر، ويواجه فتحي تهمة اختلاس المبلغ. وبعد خروجه من السجن يأخذ من شاكر نصيبه في المبلغ، ولكن فتحي شكك في نية شريكه، ثم تمكن الهاربان من كسر قيدهما بوضعه على شريط السكة الحديد لا يمر عليه القطار وتفرق، حيث أقام فتحي ناديه كوثر شفيق. بينما اقتحم عزة أحد المنازل وعرضت عليه سعاد زيزة البدراو ابنه صاحب المنزل، نقله بسيارتها لأي مكان، وفي الطريق استولى على السيارة وتوجه عزة لمنزل شاكر واقتحمه رغم قوة البوليس من حوله. ولكنه اكتشف وجود فتحي الذي قتل شاكر بعد أن أنكر حقه، واقتحم البوليس للشقة وقبض على الهارب. فيلم هروب إنتاج عام 1970.